أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بجميع الحضور معنا اليوم. رح ننتظر بضع دقائق بس ليتجمع الكل معنا بالجلسة. أهلا وسهلا بالحضور، عم بشوف في أرقام عم تتزايد. اهلا وسهلا بجميع الحاضرين معنا اليوم للندوة الرقمية المفتوحة عن الحماية الرقمية والذكاء الاصطناعي. الندوة هاي ضمن مشروع تمكين الصحفيات العربيات للتغطية الشاملة في مناطق النزاع، والذي تنفذه أريج بالتعاون مع مؤسسة سكدف الكندية والمركز الدولي لبحوث التنمية IDRC. قبل ما نبلش أحب أذكر الجميع باحترام مدونة السلوك، احترام الآراء، المشاركة سواء في النقاش أو الشات. الأسئلة رح نستقبلها زي دايماً عبر الـ Q&A أو في الشات، نجاوب عنها خلال الجلسة. وكمان هاي البث الجلسة عم تبث مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة أريج على الفيسبوك. سنركز في هذه الندوة الرقمية المفتوحة على عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحماية الرقمية للصحفيات والصحفيين ومدققي ومدققين المعلومات، ومكافحة التهديدات السيبرانية التي تستهدفهم. سنوضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الكشف عن الهجمات الإلكترونية ومنعها، وأيضا سنقدم نصائح لحماية البيانات الشخصية والمهنية. معنا اليوم طبعا الغني عن التعريف الأستاذ خالد وليد، مستشار التحول الرقمي في أريج، عنده خبرة أكثر من 20 سنة في صناعات تكنولوجيا المعلومات، ومتخصص في التحولات الرقمية وبنى الأعمال والتكنولوجيا. حاصل على دبلوم دراسات عليا في الأعمال الرقمية من معهد ماساتشوستس لتكنولوجيا للتعليم التنفيذي، وبكالوريوس في علوم الكمبيوتر من الجامعة الأردنية. هو أيضا ممارس لتقنيات السحب الرقمية ومعتمد من أمازون لتقنيات السحب الرقمية ومهندس حلول معتمد. اهلا وسهلا فيك خالد معنا اليوم. هاي منى، كيفك؟ الحمد لله. لك كل الجميع، اهلا وسهلا. مش عارف من وين يا جماعه، مش عم بشوف الناس عم تيجي بس مش عارفين بالضبط من وين. لو تكتبوا لنا اسمكم ومن اي بلد شرفتونا بمساء الجمعه، ان شاء الله احب اتعرف عليكم جميعا. اهلا يا محسن. محسن من مصر. كل الشات مغلق. طب يا فاروق، هيك يا فاروق تبع مين مسكر الشات؟ شكله فادي. فادي بعد اذنك تفتح لنا الشات؟ لا مفتوح. اهلا وسهلا من فلسطين. سمر شرفتي. يمن، مصر العزيزه، السودان، واهلا يا مريم من تونس، وفلسطين كمان. اهلا وسهلا. ومجد من الاردن. اهلا من الجزائر. اهلا منى. ما سوي احنا راح اسال الاسئله هون. انا بحب بس يقولوا لي اذا في حدا منكم حضر معنا او اخذ اي ديجيتال سكيورتي او اي ورشه بالامن الرقمي او حتى عياده من عيادات قريب من الفريق. محمد المختار. محمد المختار معنا من فريق يف سي ان. اسراء،
وبعد هذا السؤال بس الجواب، بحب أعرف مين عم بيستخدم وإيش بالضبط تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي. بيستخدم تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء خالد بشغله أو بحياته ممكن أي يجاوب؟ شيء بشيء، ما بتفرق أينما كان في أي موضوع بهمه، مو مشكلة. محمد مختار استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، سميرة اخت استخدمت شات جي بي تي، أسماء استخدمت بس ما قالت لنا ايش اللي استخدمته. تمام، شات جي بي تي، مجد، جيمن تبع فاروق، جيميناي، فاروق الكمالي، جيميناي جيميناي، فاروق، شات جيميناي جي تبع بي تي، اوبن. كو اوه بايلوت، ايناس. كلود، اوكي كلود، يا كوبايلوت، اوكي مايكروسوفت. اوكي، طيب استخدمت لطيف، طبيب ورد اهلا الكرم، يا اسراء. اسراء. وليد عم بياخذ نوتس. وليد مش راح تنبسط كثير بالنوتس بالعربي، يعني راح يكون راح تتغلب بالاوديت تبعهم. طيب رياض استخدم كوبلت واشياء. طيب خالد، احنا اليوم صراحة كلنا شو نعرف منك اكثر عن الجديد بالتطورات التكنولوجية وتقنيات الامان الرقمي، خاصة هلا مع دخول الذكاء الاصطناعي على حياتنا وشغلنا. صرنا نحس انه الاساليب اللي بنستخدمها هلا، يعني نزلنا برنامج مكافحة، امنا البراوزر، صارت اساليب تقليدية نوعا ما قدام التقنيات اللي عم بتقدمها الذكاء الاصطناعي بهذا المجال. فعم بخطر في بالي نبدأ بسؤال: هل الذكاء الاصطناعي بيسهل علينا نحافظ على أماننا الرقمي أو بيصعبه علينا؟ طيب أنا قبل ما أبدأ بجواب سؤالك بدي أوضح بعض الأمور حتى الكل يستفيد. لازم نكون موحدين المفاهيم مع بعض، نفهم الذكاء الاصطناعي والفرق بينه وبين التوليدي، ونفهم شو معنى خصوصية المعلومات الآن، ونفهم تكلفة فقدان المعلومات. الموضوع لجواب لسؤالك الآن، راح أرجع بعدين أشرح هاي الأمور اللي أنا حكيت عنها، بس أنا خلينا نحكي بجواب سؤالك. هو الإجابة بالطرفين، نعم بالطرفين بيسهل وبالطرفين بيصعب. إيش الحكم الرئيسي برأيكم إنه يكون سهل أو صعب؟ بحب تعطوني على الشات معلش، لأنه هي الوسيلة الوحيدة اللي بقدر أتواصل فيها معكم. كيف ممكن تحسوا إنه الذكاء الاصطناعي راح يكون سهل أو صعب بناء على شو بالضبط؟ هل بناء على التقنية؟ اللي بيحكي تقنية يكتب لي رقم واحد. هل بناء على إمكانيات الذكاء الاصطناعي نفسه؟ ولا إمكانيات معرفتنا بالخصوصية؟ ولا الوعي اللي إحنا فيه؟ يمكن اللي إسراء شاركوا كتبت لنا على قبل، الشات يمكن استخدامه إذا كان استخدم بشكل أخلاقي بيسهل علينا. إسراء برضو الأخلاقي نسبي، ما هو الأخلاقيات اللي عندك ممكن ما تكون عند غيرك، فالموضوع نسبي من بلد لبلد ومن مجتمع لآخر. أوكي، فبنحكي موضوع التقنية. فؤاد جاوبوا عادي حتى لو غلط، إحنا هون بدنا نتعلم وبدنا نستفيد من بعض، وبهمنا أعرف المستوى اللي إحنا فيه الآن حتى الوعي. محمد، محمد مختار، أنت أكيد لازم تجاوب الوعي، محلاك وأنت مو مجاوب، كثير بتحضر معنا مقابل ما أحصل عليه معلومات. نعم، من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي. طيب الوعي، نعم أهم حاجة فعلا يا جماعة، الوعي، معك نعم حق، الوعي. فؤاد كمان، الذكاء العاطفي. خليني نحكي بالوعي. الاستخدام، نعم أوكي، نعم هو الوعي أكثر. نتكلم طبعا، بحب أسمع صوتك يا مصطفى. خلينا بس نمشي شوي وراح نحكي مع بعض كثير، أنا بيهمني نحكي ونسمع مع بعض، واللي عنده خبرات سابقة بده يشاركها معنا، بنحب نسمعها ونستفيد منها. رأيكم كثير بهمنا دائما، احكوا بكل صراحة. احنا بنطور في كل ورشاتنا المستقبلية دائما، فرأيكم مرة ثانية كثير مهم. ما حدا يحكي رأي شوي ولا قليل ولا كبير ولا مهم ولا مش مهم، كله مهم بالنسبة لي. تمام. طيب احنا أمن المعلومات أو خصوصية المعلومات في ظل التقنية
بشكل عام هو موضوع جدلي، لأنه لما يكون السلعة، لما يكون الخدمات مقدمة إليكم مجانا بشكل عام، بطبيعة انسوا الذكاء الاصطناعي، بشكل عام لما تكون الخدمات مقدمة مجانا، مين راح يكون السلعة بالضبط؟ برأيكم مين حيكون السلعة؟ السلعة أنت بالآخر، يعني أنتم، نحن السلعة، يعني إحنا ما في شيء ببلاش. نعم يا فؤاد، المستخدم يعني إذا حدا حضر معي قبل بعرف إنه دائما السلعة هي أساس، اللي هو أنت أساسها لأي شيء مجاني. من هيك شركات مثل فيسبوك وجوجل وغيرها وغيراتها اللي بتشوفوها تسوى مليارات الدولارات، هي قامت عليك أنت، على معلوماتك، على سلوكياتك، على رغباتك، وشبكتها بطريقة تقنية حتى توصل لهي المرحلة. فبالتالي خصوصية المعلومات بالمطلق مش موجودة أصلا يعني قبل الذكاء الاصطناعي. لكن شو تغير علينا بوجود الذكاء الاصطناعي؟ هلا بوجود الذكاء الاصطناعي صارت الأمور أسرع، صار الأمور بالعمل، نحكي بإيجابياتها إنه أعمل. هلا أنتم أكيد تستخدموه زي ما إحنا شفنا إنه عم تستخدموه في أمور حياتكم اليومية، بوفر وقت وجهد، وبوفر تكاليف أيضا في المؤسسات، وبوفر خبرات ما كانت موجودة عندك. فخلينا نتفق إنه الذكاء الاصطناعي هو ليس دخيل علينا، هو عبارة عن مخلوق جديد في هذا الكون، إضافة للإنسانية وغير الإنسانية والعفو والحيوانات، وصار عندنا مخلوق جديد اسمه الذكاء الاصطناعي. فضروري كمان نميز شو يعني الذكاء الاصطناعي. بالمطلق هلا السيارة اللي بتمشي لوحدها تعتبر ذكاء اصطناعي، هلا الروبوت اللي بيمشي معك وبيتكلم معك ذكاء اصطناعي، GPT الجنريتيف نعم فين الجنريتيف اي اي كمان هي احدى ليفل من ليفلات الذكاء الاصطناعي. فكلها الذكاء الاصطناعي الموجود اللي احنا بنستخدمه مختلف في اموره، وعم بتطور تطور سريع جدا. يعني ممكن المعلومات اللي احكي لكم اياها كمان بكره او اليوم بس نخلص ترجعوا لي تحكوا لي طب هاي صارت وتغيرت، طبيعي ما في حدا بيحكي عنه اب تو ترند. ف اللي بدي احكي لكم اياه انه بدنا نكون اول شيء احنا داخليا نتقبل هذا الصديق، او ما بعرف صديق عدو، انت حسب تعاملك معه، مره بتشوفه عدو، مره صديق، مره بتشوفه خطر. كل التقنيه دائما سلاح ذو حدين، يعني كلنا في البيت عندنا سكين، صح؟ السكين ممكن نقتل فيها، والسكين نفسها محتاجينها في البيت حتى نستخدمها. فبالاخير فعلا يا شيمة انه احنا الموضوع سلاح ذو حدين. طيب عم نشوف التسارع الكبير اللي صاير، في حدا ممكن يعطيني السبب؟ يعني ليش في تسارع بموضوع الذكاء الاصطناعي، مع انه الذكاء الاصطناعي موجود من عشرات السنين، فعليا اول تجارب تمت في الاربعينات والخمسينات وفي قبل. فممكن حدا بس هيك يعطيني رأيه، ليش إذا في سبب منطقي للانتشار؟ يمتلك عندك المعرفة. أحلام بتقول لك كثرة الاستخدام ممكن، ومحسن بيقول المنافسة بالاستثمار، الثورة الصناعية أسيل بتقول، فؤاد عم بيقول إنه يملك الإنترنت وصار، لأن الكل يملك إنترنت وصار الكل بيوصل له. سما لأنه ما عرفنا إيش لأنه. فاطمة بتقول لأنه صار في كميات كبيرة من البيانات اللي ممكن الواحد يستخدمها ويتعلم منها ويتعلم من أنماطها، في المنافسة، في بيقول لك عبد المنعم نفس انتشار اللي هو معلومات الكمبيوتر، توفرها صار موجود بين الجميع، صار سهل إنه الواحد يلاقي المعلومات ويمتلك المعرفة ويمتلك القدرة. يعني أه كلها باعتبار انه البيانات او طريقة خلينا نقول توظيف التعليم
ماشين ليرنينج هو اللي خلاها تتطور بهاي السرعة وخلاها مزبوط تزيد يا منى، السرعة. مزبوط. هي أول إجابة، هو كل الإجابات صحيحة. أكثرها صحة هي توفرها. أحلام بأول شيء بدأت، مش هيك سكرت ولا كنت أعلق عليها، بس خليت الباقي يجاوبوا. أحلام فعلا معك حق، إنه التقنية توفرت، صار عليها استخدامها من الجمهور بطريقة سهلة، وبالتالي انتشرت بطريقة زي النار بلا شيء. مثل الإيميل، الإيميل لما توفر لكل الناس صار مئات الشركات، مليارات الدولارات. كان الإيميل في أول مرة يمكن انتقل، كان عشرات في اليوم نسبة الإرسال، الآن تحكي مليارات تبادل الإيميلات. فنعم، هي استخدامها من قبل الاستخدام المستخدم النهائي، وجوده وتوفر التقنية بإيديه انتشرت فيه. نعم، وهذا السبب الرئيسي، بالإضافة للتقنية والمعلومات والداتا وكل شيء. تمام. هلا نوعا ما بقدر أبلش بالمادة، أو مش المادة كمان، أنا أي واحد عنده سؤال يوقفني أو نزلوه على ال Q&A. يو اند اي رجاء، خلينا نجاوب فيها. طب حجاوب مع فاروق، بما انك انت كيف فاروق فعلا مستعجل السؤال. استخدام الذكاء في الحمايه الرقميه. ما هو يا فاروق، هلا راح اجيك في الموضوع هذا من ضمن الماده، واذا في عندكم اسئله ثانيه بحكوا لي مشان انا اوقفها. تمام. الهوست لو سمحتوا، يعني عبرونا انت وياه، ما هو ايش حارمينا من هذا. ايوه طيب، سنتر. اليوم الجمعة، أنا والله توقعت الموضوع الناس تكون أقل من هيك. هلا الواحد بهذا الموضوع اعتقد بيكون الواحد حابب يتعرف اكثر على شو التقنيات الجديده اللي قد ما نشتغل بنلاقيها تسارعت وطلعت معلومات اكثر منها، فاكيد هذا الموضوع ما بيوقفنا يوم الجمعه. نعم، وانا شايف الناس لما استخدمت الشات جي بي تي، رشا كمان مش عاجبها، بدهاش شات، بدها مايك تحكي بسرعه. فمتطلبات المستخدمين ورغباتهم في التفاعل باسرع، كمان بتطور من التقنيه. اها، سمر، ثوابت وايفان عم تبعتوا انتوا للهوست، وفاروق ابعتوا للجمهور. يا جماعة انتوا عم تعملوا تشات بس لأننا مش عم بشوفوا زملائكم، فبيهمني يشوفوا زملائكم. شيرينج از كيرينج. تمام. طيب، فالحماية الرقمية والذكاء الاصطناعي اليوم، راح ان شاء الله جلستنا بتكون مفيدة بالطرح. الهدف منها الوعي، مشان تكونوا عارفين، انا عاده لما بعطي شيء بحب اعطيه واجدد في الماده حتى اخر لحظه. هيك للاسف انا اسلوبي، فممكن معلومات حتشوفوها جديده عليكم، ممكن قديمه، فنشوف ان شاء الله. هلا انتم كصحفيين، وانا بتوقع كلنا من القطاع الاعلامي كمحترفين لهذه المهنه، وممكن بعضنا جاء اليها يتفاعل معها، وممكن حدا عنده اياها هوايه، فموجود التقنية تأتي أحيانا كثير، مش أحيانا، في معظم الأحيان كعدو لما يسمى بحرية المعلومات وحماية الخصوصية والبيانات، لأن التقنية أساسها في كل ما تنتج البيانات. البيانات ممكن تكون شخصية، ممكن تكون أعمال، لأنه جميعا إحنا كنا بعد كورونا خاصة نستفيد من التقنية، نستفيد من الإنترنت، نستفيد من كل المعلومات الموجودة أونلاين. فبالتالي أنا بهاي المرحلة بفائدتي منها، وطبعا كل شخص بيستفيد منها بقدر. قدر إيش؟ وعيه، معرفته، مهاراته. مشان هيك أنا أتمنى منكم نتقبل الذكاء الاصطناعي، خاصة للناس اللي في جدل موضوع إنه خطر علي وعلى وظيفتي. هو مش خطر، أنت بتحتاج شوية مهارات أكثر حتى تتوافق معه. إذا وصلنا لهذا الفلسفة والطرح، فأمورنا حتكون كتير سهلة في التعامل معهم. فنرجع للسؤال اللي بدأنا منه، هل هو سهل أو صعب؟ والله هو مش قصة سهل أو صعب،
هو قصة إنه الموضوع حسب بإيش نستخدمه. خلينا نشوف، خلينا هلأ بدي أمشي معكم تعطوني لست أو قائمة بالأمور اللي ممكن يكون فيها صعب. كيف ممكن الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني؟ طبعا إحنا لازم نتفق، أنا لازمني وايت بورد. خليني أشوف إذا بقدر أكتب. هاي أنوتيت. أنا هلا في عندي شيء، هاي هون شايفين شاشتين وشايفينها، غير اللون. متى أشوف؟ طيب نعتبر الدنيا دائرتين، معلش اكسكيوز مي، ما عندي ماوس، وعندي هون صح؟ بس مشان نعرف احنا وين. هلا هون شيء اسمه اللي هو سايبر، الامن سايبر، خلاص كملوا انتو. هون الخصوصية، عاد إذا مفهومة. شايفين هذا السيركل أو التقاطع؟ هون يأتي موضوع الفلسفي، هل هو صعب أو سهل؟ لأن في تقاطع. الذكاء الاصطناعي وجوده الآن ساهم في كل ما يتعلق بحماية البيانات إيجابا وسلبا. مين الحكم بيننا؟ فهمنا الأمور وطريقة تعاملنا. في بعض الأمور نحتاج فيها مهارات، في بعض الأمور نحتاج فيها للعلاجها والتعامل معها نحتاج إلى وعي أكثر وثقة وفهم ونفهم. بس من الآن تذكروا هاي الكلمة بالمطلق، ما بعرف شو أسميها، بس اعتبروا أنتو كل شيء تروه على الإنترنت مشكوك في أمره، كل شيء بوصله مشكوك في أمره. يعني يمكن في بعض الناس شخصيتهم بحبوا يشكوا شيء باي ديفولت، فالديفولت عندك افتراضيا أنه هذا شيء مش مزبوط، ماشي، أو ممكن يكون احتمال ما يكون مزبوط، خاصة أنه الذكاء الاصطناعي دخلت في إعادة تركيب المعلومات. واضح؟ متفقين؟ ففي عندنا نقطة تقاطع بين الأمن الرقمي أو الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي مع بعض. AI words. أتمنى أنه تكون واضحة. فبالتالي إحنا بنعرف ودرسنا، واللي ما درس انه بأريج واخذ ممكن ورشات اخرى، انه الذكاء الاصطناعي تبعنا فيها تهديدات، في منها يسمى بالتصيد مثلا. كل المعلومات اللي بتوصلك او توصلك، انا مو عارف سامحيني او سامحني، اللي بتوصلك على الانترنت مشكوك في امرها. تمام. هلا في امور ليش بنحكي في تهديدات بتصير، احنا متعودين عليها، متعودين على الفيشنج، تصيد اذا سمعتوا فيه اكيد قبل، سرقه حساباتنا على السوشيال ميديا يعتبر من الامور اللي ممكن تعرضنا للخطر، فقدان اجهزتنا وسرقتها والحصول على المعلومات اللي فيها كمان خطر، فقدان الباسوردات الايميلات خطر ممكن تاثر. وهذا صار مثال، يعني زمان كنت تقعد يمكن اسبوع اسبوعين لانت تكسر كلمات سر متكونه من 20 و24 او 40 حرف. الان صار الموضوع كثير اسهل، يمكن في الان ادوات بنص دقيقه بتطلع اي باسورد، تتخيل. في الباسورد بطل، عشان هيك شفتوا الناس عم بيغيروا توجهها باستعمال كلمات السر. لا تكفي، اللي عنده كلمه سر لوحدها الان على حسابه لا يكفي، وبالعكس قدموا، ابعثوا لأريج عشان يعطوكم كلينك ويأسسوا لكم الأساسيات اللي احنا بنعتمدها في أي شيء. كثير مهم هذا الموضوع، هاي بحكي لكم. نطلع على الخبر اللي أمامنا هون. تمام، الخبر شو بيحكي لنا هون؟ معلش أنا ما لحقت أترجمه، بس الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو جزئية صغيرة جدا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لأنه احنا عندنا الحلقة الكبرى الذكاء الاصطناعي، بعدين الحلقة اللي أصغر منها اللي هو تعلم الآلة اللي هو الديب ليرنينج، وبعدين سوري تعلم الآلة ماشين ليرنينج، بعدين ديب ليرنينج اللي هو التعلم الذاتي العميق، وبعدين جنريتيف اي اي. هل أدى شايفها؟ شايفين هاي الصرعة كلها اللي احنا فيها؟ هي لا شيء من تقنيات الذكاء الاصطناعي. فتخيلوا الآن، وطبعا الذكاء التوليدي مشان نميز
هو فن استكمال الكلمة، يعني هو تكست كومبليشن فقط. يعني شايفين جين اي اي هو تكست كومبليشن، هو شيء بتحكي معاه او بتبعت له بما يسمى البرومبت، وهي حلقة يمكن اللي اخذوا معنا فن الاوامر بيعرفوها، بيرجع لك نتائج. النتائج ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة، بيعتمد على ثقافتك ومعرفتك في الموضوع. بس وجود الجنريتيف اي هاي التقنية زادت من هجمات الامن الرقمي او السايبر سيكيورتي بسموها، او الامن الرقمي، نعم مش الامن الرقمي، السايبر سيكيورتي اللي الامن الرقمي بالعربي، نعم، زادت حوالي 1000 مره باستخدام تقنيات الفيشنج اللي هي التصيد. تخيلوا ليش ذات هذا الشيء. انت بتحكي في 27 جون اليوم، طلع امبارح 1000%. تخيلوا شو يعني 1000% زاد عندكم التصيد. خليني اعطيكم مثال. زمان كان يجينا ايميلات ومسجات مشبوهة فيها روابط اللغة العربية ركيكة، بسهولة اميزها، لانه اللي بكتبها بكون صيني بكون انجليزي، بس بيتصيد يعني برمي. ليش تصيد؟ لا برمي. الان حملات التصيد صارت متقنة باللغة، صعب انك انت تكتشفها وعم تتطور بسرعة. اثنين، معلومات اللي بيحصلوها منك اونلاين ممكن يستخدموها بطريقة يخدعوك. حاعطيكم أمثلة كتير صارت وحقيقية، منها بأمريكا على بن لايدن، على بايدن مثلا وبعض الأمور. فوجود هذا الذكاء هو ساهم، الذكاء الاصطناعي ساهم ب انتشار هاي التقنية أو مخاطر الأمن الرقمي، وهون نعتبره سلبي في هاي المرحلة، لأنه هو الفيشنج التصيد هو شيء بضرنا، بسرق معلوماتنا، فبالتالي احنا هون صار عندنا اوتبوت. طيب بحب كمان نشوف ليش احنا اليوم نحكي هون معاكم كصحفيين. الموضوع اكبر من خصوصية، صار الموضوع يتعلق بحياتكم، صار يتعلق بمشواركم المهني وبآلية التعامل مع التقنية الجديدة. تخيلوا بغزة رحمة الله عليهم حوالي 9% من الصحفيين استشهدوا. طبعا هم كاتبين مقتل، انا بترجم بس بترجم المقال بالانجليزي، بس هم استشهدوا من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. تقنيات ممكن تسوي الخوذه تبعتهم، تقنيات ممكن اشكالهم، يعني في هاي امور. وهي القدس نيوز اللي بتابع. سامعين صوت ولا لا يا منى؟ واضح. سامعين؟ سامع. بس هم حاطين ميوزك مش قراءة يعني. طبعا هون بس مشان الاي اف جي عملت هذا الريبورت مشان تعمل تشوف كيف كانوا مستخدمين تقنيات الذكاء الاصطناعي في استهداف الصحفيين وقتلهم عند الطلب. مشان هيك اذا بتلاحظوا الصحفيين كانوا يقصفوا بيوتهم، يقصفوا اماكن تواجدهم، كان في سنايبرز ويعني قناصه ويستهدفوهم. فهذا الموضوع مش وليد اللحظه، هو استخدموا تقنيه الذكاء الاصطناعي. هون تقنيه الذكاء الاصطناعي قاتله. هلا اوكي، ظروف الحرب مختلفة وتقنياتها اختلفت، بس لا زال في كمان امور ممكن نحمي حالنا فيها. تمام. يعني تخيلوا كانوا لما يعبروا معابر إيريز وغيرهم، اليهود كانوا ياخذوا الخوذ وملابسهم والفيستات وكانوا يحطوا فيها نوع من تراكينج سيستم. تخيلوا، طبعا هم الصحفيين ما انتبهوا عليها. لو عندنا التدريب الكافي في هذا الموضوع كان ممكن يتجنبوا بعض من هاي الأمور. Can you tell the story maybe condemning Hamas so this can all end? What? نحن نهرب من دفنهم بكرامة أيضا نتيجة الحصار. طبعا مش راح اكمل الفيديو، بنشيره معكم.
بس بالمحصل يا جماعة تجيك موبايلات، تجيك تليفونات، أكيد تجي للجميع، تجيكم مسجات غير معروفة صح؟ بيجيها روابط، احنا اتفقنا الأساسيات ما نتعامل هيك أمور. فطبعا أريج مشكورة بجهد متواصل بشهر حوالي 4 أشهر كان أنتجت مجموعة من التحقيقات، زملائنا بيشيروها معكم بالشات، اقرأوا عنها. كان في بعض التقنيات المستخدمة بالذكاء الصناعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكانت تستهدف فيها الصحفيين وغير الصحفيين طبعا. ممكن فحتى بس كان تفضلي يا منى. أضيف عليك، يعني هذا المشروع صراحة صار لها أريج عم تشتغل عليه أكثر من 4 أشهر تقريبا، وإحنا فخورين طبعا إنه إحنا بأريج هم كنا الشريك العربي الوحيد في تحالف مكون من 13 مؤسسة إعلامية و50 صحفي وصحفي صحفية عملوا على التحقيق وعملوا قصص بلغات متعددة كلياتهم ضمن مشروع غزة عملوها بالإنجليزي والعربي، وتحدثوا وجابوا كتير تفاصيل عن جزء بسيط من الجزء اللي احنا عم نحكي عنه، كيف استخدم الاحتلال توليد الذكاء الصناعي باستهداف الصحفيين وغير الصحفيين كمان. فاللينك هلأ صار بالشات إذا بتحبوا تقرأوه، وفي عندنا كمان لايف الاثنين الجاي مع الأستاذة روان ومع هدى ومع فراس ومع جميع الصحفيين في أريج اللي شاركوا بالتحقيق. تمام، يعطيكم العافية. فأنتوا مثلا سيستم لافندر واحد من الأنظمة اللي استخدمت وتستخدم الآن في الحرب على غزة، وعم بتسبب إصابات صراحة قاتلة، مش بس صحفيين وغير صحفيين، لسه في مؤسسات المجتمع المدني وغيرها. فالموضوع شوي هون بعتبره ذكاء اصطناعي، بنعتبره عدو. تمام، فبالتالي هون بس شفنا هاي النتائج وحكينا بدنا نجاوب بس على موضوع الذكاء الاصطناعي وهل له إيجابيته أو سلبيته. بغض النظر في الموضوع، بدي أحكي لكم إنه مش موضوع بس أنت كشخص أو أنت كوجودك مهدد بالذكاء الاصطناعي، حتى مولدات الذكاء الاصطناعي وآلية عملها بين الدول فيها هجوم، يعني في نوع من المنافسة. حكيكم مثال، نحكي تشات جي بي تي الآن، ماذا تعرف عن هذا الكائن؟ يعني أنت الآن تستخدمه، شو بتعرفه عنه؟ مين ممكن يجاوبني؟ إيش بنعرف عن أوبن إي آي والجي بي تي وهذا اللي بنستخدمه كل يوم؟ مش حكينا كل يوم بنستخدم جيميناي ونستخدم جي بي تي ونستخدم وبيساعدنا بعملنا وبناخذ مخرجاته وبنحطها في مدخلات أخرى حتى يكون مخرج آخر له علاقة فينا، استعلام عن كل شيء. طيب ماشي ممتاز، بس ما ايش تعرفوا عنه؟ مدى موثوقيته بالنسبة لكم دينا دجانا، ايش بالنسبة لكم هذا الموضوع والاخوان اللي بيستخدموا ذكاء؟ اوكي فاهم، مفروض دكتورة فاضل، دكتور فاضل نعم هو فعلا، بس ماهيته انا بالنسبة لي هو صندوق اسود. مين بعرف كيف بنيت الخوارزميات، كيف بنوها وبناء على أي أساس؟ ما هي الأخلاقيات اللي تبعث في تغذيته؟ ما حدا بقى. وللأسف لحد الآن ما في جواب. ماشي، أسيل هو نموذج ذكاء اصطناعي بس هو بلاك بوكس، هو عبارة عن صندوق أسود ما حدا بيعرف عنه شيء. أفين، وعدم استخدامه أيضاً سيقلل من مهاراتك وتنافسيتك في سوق العمل وفي أدائك عملك. فبالتالي عدم استخدامه أيضا، حكينا احنا لازم نتقبله كمخلوق جديد، صديق أو عدو، بس نعرف كيف نتعامل معه يا فين. فنعم، في أنا شايف في حد رافع إيده بيقدر يحكي، محمد هاشم كأنه. محمد بدك تقبل الدعوة بفتح الصوت؟ واضح كده اهوت. تمام يا محمد، اهلا بيك.
شكرا جزيلا على الورشه ديت، وبخصوص السؤال اللي حضرتك طرحته، هو نقدر نقول النماذج بتاعت جي بي تي او امسترال او جيميني، كل الانظمه ديت هي انظمه قائمه على الذكاء الاصطناعي، قائمه على تدريب الاله على بعض المدخلات، نقدر نقول عليها بيسموها يعني اللي هو الكلاسترينج والسيميلاريتيز، اللي هي انظمه معينه من التفاعلات والايكويشنز والمعادلات، بحيث ان هي تقوم بتقليد و عمل نفس هذه الانماط. طبعا من لو هنتكلم عن درجه الموثوقيه والى اخره، في الاول وفي الاخر هو عنصر بشري المتحكم في هذه المدخلات، وفي الاول وفي الاخر هي شركات امريكيه، هنتكلم عن انفيديا، هنتكلم عن اوبن اي اي والى اخره، فطبيعي ان الشخص نفسه يعني ليه وجهات وتوجهات معينه، فطبيعي ان احنا نشهد بعض التوجيه في الاول وفي الاخر ليه المدخلات والى اخره. لسه مع حضرتك يعني طرحت البوينتس مع حضرتك طرحت. شكرا يا محمد. أنا بس بدي أعقب يا محمد على موضوع ناخده بعين الاعتبار، إنه اللي تفضل فيه أنت ما بدنا نخلط بين الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي ذكرت أسمائهم بين أوبن أي أي، جيميناي، ستيبيليتي فيوجن، أنثروبيك، كلود، ما راح، لأنه أنا اللي حكيت لك إياهم هذول أنا بستخدمهم الآن. بس ما بدنا نخلط بينهم وبين الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي فيه إكويجن وكل شيء، هاي اللي إحنا بنحكي فيها وبنستعملها الآن اسمها لارج لانجويج موديل ترانسفورمرز، عبارة عن كمية كبيرة من البيانات، طيب تنتج تتفاعل معها انت بناتشورال لانجويج، لغتك الطبيعية بغض النظر شو لغتك، اقواها الانجليزية، بعدين بيجي الفرنسية والاسبانية، بعدين العربية عم تتطور، بس هاي تطور لحظي لانه زي ما تفضلتوا هاي التقنية يتم استعمالها مباشرة منا احنا كيوزر، العفو منكم تتطور بسرعة. شايف هاي الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي تفضلت عنه؟ كلامك صحيح هون، لما نفهم ايش الذكاء الاصطناعي انه اللي بيقوم بتغذيته بناء خوارزمياته المتعلقه بكيف هاي اللغات او كيف هاي المعلومات تتواصل مع بعضها، لانه المخرج الوحيد من ال ال ام او اللارج لانجويج موديل او الجي بي تي او تشات بوت بغض النظر شو هو الموديل المستخدمه، كل المعلومات اللي شايفها انت بتقراها الان امامك على الشاشه هي تقرا بالنسبه له ارقام، وهاي الأرقام تتفاعل بقاعدة بسموها غير مخصصة undetermined. شو يعني undetermined؟ يعني أنت اليوم ممكن تسأله شيء ويجاوبك جواب، وأنا أسأله نفس الشيء يجاوبني جواب آخر بنفس الموضوع، فهو undetermined، مستحيل تأخذ بالمطلق إجابة نفسها دائما. تمام، هاي اللي بدي أنوه فيه. فهون أنا وين خطرها؟ أنا عندي، انا اذا بتعامل زي ما تفضلت قلت هاي شركات امريكيه والصينيين عم بيشتغلوا والقطريين عم بيشتغلوا والسعوديين عم والعرب عم بيشتغلوا وكل العالم عم تشتغل، بدها تخلق لها نماذج ذكاء اصطناعي توليدي خاص فيها. يعني انا بقول لك لما نحكي، لما لو نحضر، لو بس تيش اعقب كثير، بس نعتبر انه ذكاء اصطناعي موديل اخترعته روسيا وموديل اخر اللي هو اوبن اي اي امريكا، وانت عم تعمل ريسيرش كثير عن التاريخ الروسي ايام ستراسبورغ ايام قيصر، وبدك رسائل دكتوراه وكل شيء، انت اول شيء كشخص بتروح تدور وين؟ باوبن اي اي ولا اكس موديل الموجود بروسيا؟ المنطق انه اروح ادور هناك لانه هو مغذى بمعلومات اكبر من هذا الجانب من العالم. طيب اوبن اي اي هون ممكن استفيد من اوبن اي اجرب هون، بس عيني هناك انه معلومات حتكون اصدق واكثر غنيه اكثر في الطرح. لكن شو المشكله؟ اذا ما كان هذا النموذج محمي بالمطلق اللي هو الروسي ودخل عليه هاكرز من امريكا مثلا من دوله اخرى بدناش احدد الان، في شيء اسمه برومبت انجكشن، فبالتالي انت البرومبت انجكشن نوع من الهاكينج على مستوى الذكاء الصناعي نفسه، مش بس انه هاكينج لشخصك، لكل المستخدمين. فهاي التقنيه موجوده، يجب انه يتاكد انه الذكاء او النموذج اللي عم نستخدمه موثوق ولا مش موثوق، هل في امور الـ او السياسات الامن الرقمي فيه ماخوذه بعين الاعتبار ولا لا. هاي واحد، كمان موضوع الديتا والعبث في البيانات مش هيطلع لك مخرجات مثلا فيها نقاط ضعف، هي كثير ما تؤخذ بعين الاعتبار، احيانا النموذج نفسه يسرق، ممكن يسرق، نعم
اوبن اي ممكن بكره تلاقيه عليه علم كوريا الشماليه عادي، يقول لك شكرا انا هلا اخذوني الكوريين. It happens زيها زي باسورد بالاخر. فهي المنتجات بدنا ناخذها بعين الاعتبار. ففي باك دورينج، كل الداتا اللي موجوده عندك يتم سحبها، زي بعض انظمه التشغيل اللي مستعملها الان فيها باك دورز. تمام، ممكن بيانات حساسه احنا ناخذها ونسرقها. فانت على مستوى الذكاء الصناعي نفسه في صراع. انا بس حبيت ابين لكم انه هاي القبه المظله اللي احنا كلنا الان تحتها لسه في صراع على مستوى اعلى، وممكن يصير، وممكن تستخدم كلمات اليوم بعد شوي تلاقيها غير مرغوب فيها او محرمه، ويجاوبك انه ما بقدر اجاوبك مثلا. فهاي بالنسبه لهجمات الذكاء الاصطناعي فيما بينها. فتخيل حجم التقنيه وين صارت، وحجم الحروب الامنيه السبرانيه وصلت لمراحل جدا متقدمه. بس حبيت انوه على هدول، ما بتلزمكم، بس بيهمني للمعرفه تكونوا عارفين انه الموضوع حتى الموديل اللي بيستخدمه مش بس وعي فيه، ممكن هو يكون يتعرض لنوع من الهجوم الرقمي. تمام، هلا راح اورجيكم بعض الامور اللي داخل شوي فيها الاي اي، يعني شوي داخل فيها الاي اي، كيف انت لما يجيك تليفون وايش ممكن يصير معك في بعده. فبس وسعوا لي صدركم ابو. هلا شو هي؟ عبارة عن نموذج موبايلين امام بعض جنب بعض. الهاكر بده يرن على هالتليفون، هو يملك رقم تليفونك فقط. اعتبر حالك انت قاعد في الميدان واجاك رقم تليفون ورديت عليه. هو النت عندي مش كويس ولا شو؟ أنا مش فاهم بصراحة. أنا قمت أوتوماتيكياً بإني أضرب على هذا الرقم وحطيت صوت مسجل ووصلك أنت هون. مش ضابط الفيديو، زعلان. هلا اللي بكون بدي اورجيكم اياه صراحة، هاي اللي كنت بدي اورجيكم اياه الفيديو هذا باختصار عبارة عن جهازين جنب بعض، بورجيكم عملية كيف بيتم الاتصالات اللي بتيجي عندكم. بالاخر بتصل في صوت بياخذ، بس مجرد ما انا رديت وقبلت اخذ لينك صارت كل معلومات الجهاز اللي الفيكتم اللي على اليمين موجود على اليسار. بس انا كل اجتني مكالمه وضغطت ضغطت اتصال. هذا الطبيعي. الان بالذكاء الاصطناعي لما يتصل في خالد، عارف انه خالد بيشتغل بأريج، وأريج مثلا فادي ومنى مسافرين على الطياره، وبتصل فيي انا بحكي لي وانا مديرهم وبعرف انه مسافرين، بيجي بتصل فيه على تليفوني ممكن من رقم غير معروف لإلي، وبقول لي احنا خطفنا منى وفادي ومطلوب فدية. فأنا حرن على فادي وشو اسمه ومنى، موبايلهم مسكر. بقول لي هي رقم الحساب، هو بعرف انه سفرهم خلال 4 ساعات موجودين مسافرين لبلد ما، عنده هاي المعلومة. فأنا راح أكون عاطفيا أتفاعل في الموضوع، راح أبلغ ممكن، وممكن الأمن ما يساعدني، فأنا أضطر أقول له خلص أنا بحول لك النقد بيكون مثلا مبلغ معين، وهو بالأخير ما في أي شيء.
تمام. وممكن يكون منى وفادي اتصل فيهم بنفس الطريقة الآن، أخذ معلومات السفر من موبايلهم وعرف إنهم بيشتغلوا بأريج وسافروا، وأخذ وردت ألو ألو منى، صارت تحكي ألو فادي ألو ألو، رد عادي طبيعي لما يجيك أنت أول ما بتحكي ألو، مجرد حكيت ألو مرتين ثلاثة أخذ صوتك. طب هذا رح نحكي على الديب فيك، هذا الذكاء الاصطناعي الآن. شوف الخطر، يعني قبل خلص بتتصل أخذ معلوماتك، بعدين بده يصير يسوي هو الهوم ورك ويسوي لك كيف بده يحتال عليك وكيف ياخذ معلوماتك ويستفيد منها او باسوردات بنكك. لا الان صار اكثر من هيك، انك انت بالاخر بتصير بياخذ صوتك، والصوت هذا بصير يتصل منى انقذني خالد انقذني هو، طبعا انا بقول لهم خلص خذوهم، بس لا يعني المره الجايه لا هلا ما بقدر صراحه، فيجي بعدين فادي يقول لي انقذني، ولا انقذني ولا منقذ حدا فيكم. المهم ودون ضغط اي رابط، نعم التقنيه الجديده نعم بوجود بيجاسوس يا سميره، نعم بدون اي رابط هلا، بس على التليفون على الواتساب مسج بتجيكي تفتحي صوره. هلا بحكي لك هاي التقنيه اللي بتقوموها، بس مثال لشيء قديم، بس تخيلوها بوجود ذكاء اصطناعي. عم بكملكم عليها الان، صوت ممكن يجي صوت لواحد عزيز عليك في البيت في العمل ويتصل فيك يطلب النجده، ويكون هو موبايله لم يكن اتصل به لاي سبب من الاسباب انت ما بتعرف. لا لا it's not voice recognition, it's voice cloning. هذا الديب فيك يا سميرة رح نحكي فيه، اللي عنده إشي بجاوبه، عشان أنا بطلع على الشات. طبعا يا دينا كوارث التقنية كتير كبيرة إذا ما بنعرف، إذا إحنا ما عندنا المعرفة والوعي اللي أنا بركز عليه دائما أكبر من التقنية، فهذا مشكلة. والله يا سمر اللي مستخدم في غزة الآن كثير أعمق، رح بعدين آخر الجلسة رح أورجيكم كيف كثير أعمق. فالمهم فبس إنه تخيلوا إحنا وين واصلين، لأي درجة الآن من الـ advancement أو التطور، وهذا التطور سريع زي ما حكينا في بداية الموضوع. تمام، بدنا نعطيكم شوية تريكس، بس أنا قبل ما أعطيكم شوية تريكس وتيبس وهاي الأمور، حاب أجاوب على الأسئلة يا منى اللي بالكيو إيه، لو تمام. بس تطرحيها علينا. طيب هلا ما في، يعني في عندنا صراحة السؤال بخطر في بال محسن، بيقول هل الباسورد جنريتر بيقلل من خطر انه المواقع تصير مخترقة؟ يعني استعماله بيقلل من اختراق المواقع، باسورد جنريتر بدل ما هو يكتب الباسورد ويتذكرها يستخدم باسورد جنريتر، شو رأيك؟ باسورد جنريتر يا محسن قصدك باسورد مانجر لا صح؟ password generator اللي هو بيطلع لنا مثلا نقدر ماشي، هو نحط طلع لنا وكيف بدي أرقام. احفظها؟ ماشي طلع لي اياها وبعدين كيف بدي احفظها؟ طلع لي باسورد فيها 40 حرف وخمس كلمات يا محسن، وعندك عندك اكونت فيسبوك وانستغرام وايميل، كيف بدك تحفظهم؟ بحب تجاوبني يعني على الشات، قول لي طب ماشي استخدمنا، بس كيف بدي احفظهم؟ ما هي الطريقة؟ تمام. هلا نحفظ احنا الهدف يا محسن، نستخدمهم صديقي بباسورد مانجر، هو من ضمنه في باسورد جنريت. الباسورد بغض النظر شو الطريقه لازم يكون طويله جدا، بقول لك الان التقنيه واحنا بحكي معك الان ل 30 حرف او 40 حرف بتطلع في اقل من ثانيه، اقل من نص دقيقه، والتولز موجوده اي واحد بيستعملها. يعني شو المشكله احنا عندنا؟ ليش زي ما حكينا سيف له حدين؟ لانه زي ما انت بدك تستخدم تقنيات تدير بالك على حالك وامورك وتزيد ترفع من جدار الحمايه عندك، في المقابل الهاكر عم بتطور. ما هو اذا ما بنعترف انه هذا المخلوق بدنا نبني بينه وبينه صداقه ويكون عندي المهارات اللازمه واللغه المناسبه للتعامل مع بعض، فبالتالي الهاكر راح بمهاراته واستخدام هاي التقنية راح ينتصر علينا. أتمنى أنه يكون واضح. ف هاي when it comes لموضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامه. طيب في عنا سؤال من هبة على الشات بتقول كيف أستخدم الذكاء الاصطناعي بدون إضافة بيانات حساسة؟ انك ما تضيفي بيانات حساسه، يعني انت سؤالك فيه جواب، يعني ما تحطي بيانات حساسه.
الشبكات الحساسة نرجع للوعي، أنت بدك تميزي هذا الموضوع. يعني مثلا ما تكون نشتغل إحنا بأريج مع تحقيقاتنا عن غزة، وبعدين آخر إشي وقبل ما أعلن عنه فجأة ولا أعمل أفوت أنا كصحفي وأنزل كل التحقيق وأحكي له أعمل لي إيديت، باي 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 باي، كل التحقيق صار بالباي باي. ما في حفظ يا جماعة فؤاد، أنت ما فيش داعي تحفظ ولا هيستوري ولا بيستوري، انت مجرد ما حطيته وتفاعل معاه راحت الداتا. خاصه بيحكي، خاصه بقول لك انا باوبن اي اي شات جي بي تي خص نص يستخدم معلومات، وهو بيحكي لك انا عم بتعلم بالمعلومات اللي عندك، مجرد ما عملت كليك تشيك صارت عنده. 100% وما في كلير هيستوري، يمكن كلير هيستوري للشاشة اللي عندك مش ل انت فؤاد رحنا فيها وبتروح وانت بتعلق لي وبقول ماشي ظابطه امورك. لا يا فؤاد دير بالك، ما في هيستوري ولا بيستوري، وفي تحقيق كامل على موضوع كيف شات جي بي تي عم بيحتفظ بالسيرش، والدليل جرب انت اعمل كلير هيستوري وارجع احكي بنفس الموضوع رح يعطيك معلوماتك. التعايش رفع المهارات يا دينا، رفع المهارات والتقنيات اللازمه للتعامل معها، وعدم استقراء ايميل واحد خصوصا برمجة كان استمر عدم استمرار. أم هو كلثوم الاحتراق بتقول هل تغيير الإيميلات وعدم الاستقرار على إيميل واحد خصوصا في برامج الذكاء الاصطناعي وعدم استخدام إيميلك الشخصي بيجنبنا الاختراق؟ طيب عملت كثير أشياء. رح احكي لكم مثل يا ام كلثوم، بحكي لي يعني عندك شك يا فؤاد؟ لا ام كلثوم، هلا الموضوع مش موضوع تغيير الايميلات، يعني الموضوع انه الايميل عادي يكون عندي ايميل والايميل يكون له كلمه مرور زي ما حكينا هلا ممتازه كبيره اطول من المعتاد. بقول لكم لحد الان لو عندك من 40 حرف يتم كسرها بثواني، مشان هيك صرنا نستخدم تو فاكتور اوثنتيكيشن. مين ما عنده عامل مصادقه ثنائيه على اي حساب من الحسابات؟ بس سؤال، لحد الآن يعني بهذا اللاصر انا يحطوا يا لنا ريت على لو الشات معي، رقم يا ريت واحد، معي لو معي القلم كان جاب لي خرب السما. حطوا لنا على الشات رقم واحد مين لهلا ما ما عنده بستخدم two factor authentication أو مصادقة عامل ثنائية مصادقة ثنائية. نعم على حساباته بغض النظر إيميله فيسبوك، رقم واحد ما بتستخدم ممكن تقول. أم كلثوم لا تحطي على هوست وبانلست يا جماعة، بس نبهوا على الشات، عم بيعمل شات لإلنا بس مش عارفين. اعملوه لإفريون، لما تكتبوا من فوق على الشات نقوا اختيار إفريون عشان الكل يشوف الإجابات. هذا بحكي لك يا سوزان علامة غريبة. فبروبلي فيش عندنا غير أم كلثوم اللي لهلأ ما بتستخدم، معقول؟ طب احكوا ما في حي يا جماعة، باقي احنا الحضور بنعلمكم، اللي ما بيستخدم عادي يحكي ما بيستخدم، بنخليه يستخدم عادي. طيب عادي يا لا إيمان، استخدم، بالعكس إيمان لا يعني تستخدم. عم تحكوا معنا احنا كعائلة واحدة، يعني ما حدا يخجل انه ما بيستخدم عادي، كلنا بنتعلم، المهم نتعلم ما نضلنا ما نستخدم. يعني مثلا بالضبط. عم الطلقة الثانية مثلا مين منكم؟ طيب ما هو هون مدلين مش على كل المنصات اه بستخدمها. خلينا نتفق على شيء. هلا من التقنيات اللي احنا نستخدمها، طيب بسموها كود، احنا عندنا كوست اوف داتا لوس او داتا ريكفري. يعني شو يعني؟ يعني انا لما افقد معلوماتي حيكلفني شغلتين، انا كصحفي، انا بديش احكي تقنيه، هاي التقنيه عندنا احنا كي بي اي، بس كصحفي عندي قديش التكلفه اللي راح ادفعها نقدا حتى استرجع معلوماتي اذا قدرت استرجعها في حال فقدتها. فبالتالي هنا بعطي نحكي العلامة من 10، هاي عندي أول 5 علامات، وقديش راح تاخذ مني وقت إني أسترجعها، وقديش راح يأثر على عملي الحالي. وفي بعض الناس اللي بيشتغلوا على تحقيقات حساسة قديش بيأثر على حياتي وحياة عائلتي. هاي العوامل لما أنا أقيمها ساعتها أنا بقدر أعرف هل المعلومة حساسة ومهمة ولا لا. كيف الذكاء الاصطناعي بيساعد؟ بيساعدني الذكاء الاصطناعي لما استخدم التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الحماية، وهذه التقنيات الآن أنا مش موجودة كصحفي متوفر استعمالي، إحنا كشركات ومؤسسات بنستعملها.
تمام، لانها مكلفه شوي. فانا لما بحميك مثلا، انت كايميلك لما تحط انت عامل مصادره ثانيه ثنائيه، ولما تحط انت ريكفري ايميل ورقم تليفون، ولما تحط كلمه سر عميقه رح نيجي فيها. انتوا خليتوني امشي بالورش، بس يعني انه رح ارجع احكيهم بهلا واحنا جايين، رح تقلل من عمليات الهجوم. لما تتفاعل مع المعلومه اللي بتجيك بشك، يعني مش اي ايميل او لينك يجيك يخضك، لانه عامل العاطفه عامل مهم، فممكن يجيب لك شيء عامل عاطفي يصدمك فيه فتاخذ اكشن. موضوع الاكشن هذا بكلفك معلومات كثيره. واذا نحكي انا بستخدم جهاز موبايل يا ام كلثوم، واكتشفت انه انا بالاخير كل شيء صور عائلتي وصوري ومعلوماتي وحساب البنك وكل ايميلات الشغل والخاص كله على مكان واحد. طب افرض راح هذا الجهاز، مش شخص هاكر، انسرق، وين بدي اروح انا؟ راح اكتشف انه اوف، انا لو سويت هيك هيك قبل كان انا الان في فقدت شيء من اشياء، بس مش فقدت كل اشياء في مكان واحد. فهاي هي. في سؤال سوزان، هلا في بعض الدول في عندها سياسات متعلقة في الموضوع، وفي عندها قوانين، وفي عندها تقنيات تدعم هاي السياسات. مثلا راح اعطيكي مثال، بايدن في اول الشهر، باول سنة بجانوري او فبروري حسب ما انا قرأت، اجى لمعظم المواطنين الامريكيين تليفون بصوت بايدن، بصوت بايدن بايدن، انه بيحكي لهم لا تنزلوا تنتخبوا بالانتخابات الاوليه. طبعا هذا كان هاك ونافس. طيب، والناس فعلا اثر على شريحه معينه من الناس. بعديها نزل قانون بامريكا ومنعوا السبام والسكامرز. هلا في بعض التطبيقات انا ما بنصح فيها كمان، إذا تستخدميها يا سوزان بطريقة يعني واضحة، مثلا زي ترو كولر وبعض الأرقام، على السريع أول ما يجيك رقم بحكي لك هذا سبام، لونه أحمر، هذا مزعج، هذا محتال، بكون الناس في أماكن أخرى من العالم تحطه. فممكن، بس ما بدي أنا كمان يا سوزان أنزل ترو كولر وأحكي له استخدم كل شو اسمه قائمة الاتصال عندي، كأنك تعطي لي اياهم نفس الشيء. يعني شو العمل؟ انا بحكي شو العمل. ما في حدا فينا اظن ما معه الجهازين. خلينا جهاز الباي باي، هذا الجهاز اللي ما بسوى، لو ضاع هو اللي فيه ما بسوى، وفي الجهاز اللي انا بيهمني يكون كل اموري محجوة عليه. الجهاز اللي انا مش خايف عليه وما عليه معلومات اول شيء، بنزل عليه ترو كولر، بعيني الله بس يجيني رقم وشاك فيه، بضرب على سريع ترو كولر ببين معي، يعني بروح وباخذ الرقم كوبي بيست وببين عندي، وصلى الله وبارك. طب مين بيستخدم سيجنال؟ ما دام صرنا حاكين بالذكاء الاصطناعي، خلينا في الاساسيات، ما انا مشكلتي بالاساسيات. مين عنده سيجنال؟ انا في سامر. عندنا اوكي، سامر كلكم محسن استخدم. لا ايه، آية وهلا لازم آية هلا وهلا عن سيجنال، تفضلوا. طيب، لا لا نعم، يعني نعم اكثر من لا. احلام نعم، أنا لا. حلو دكتور فاضل، نعم أنا لا. طيب، أيوه محسن محسن ألبن غرد، بس محمد شكله محسن نعم. شو هذا؟ لا يا فؤاد، أنت أكيد تمزح معي، لازم تطلع تحكي، أنت اليوم تشامبيون تبعنا، أحسن وأمن من واتساب. أأمن من واتساب، أوكي محسن. لا والله ماشي. صار في نسبة منيحة بتقول لا خالد، طيب يا جماعة، عندك أول دعاء شيء كريم. زي تليجرام، لا أحسن من التليجرام، تليجرام كوميرشال. طيب، راح مين بيستخدم، اللي بيستخدموا سيجنال بدي تجاوبوني على سؤال، هل تستخدموه كرقم تليفون نعم أو لا؟ رقم تليفون محمد عمران كيف تستخدمه؟ هلا وأحمد كيف تستخدمه؟ طيب مش رقم تليفون، كيف تستخدمه؟ أحلام أكيد برقم الهاتف. أكيد برقم تليفون لا لا شات لا، فقط. أنتم عرفتوه عن طريق رقم الهاتف، أقصد يعني استخدمتوا يعني رقم الهاتف، عرفتوه إجاكم بين. طيب، بتعرفوا يا إخوان إنه سيجنال الآن صار يخفي رقم التليفون وتختاري أنت أو أنت أكاونت مانجر غير متاح البحث؟ ماشي، مو أنت بتعرف، ما هو مشان هيك السكيورتي، ليش تبحث؟ انت بتعطيه للشخص اللي بدك يحكي معك وانتهينا.
ما بدي اكون انا اصلا، ما بدي احمي شخصيتي، انا بدي اسوي الاكونت واعطيه لخالد ونور ومحمد وفادي وكوثر وخلصنا، ما بدي اكون بحث، ما هاي الهدف منه يا لوجانا. طب بحمي صح بي بي ان، الفي بي ان في عندنا احنا قائمة الادوات، شيكوها والله يا جماعة، معانا قائمة الادوات المعتمدة عندنا بأريج، الويب سايت باللغة العربية والإنجليزية وآلية استخدامها، وشيروا معهم الأكاديمية، لأنه واضح إنه إحنا قبل الذكاء الصناعي بدنا نحكي أمن سبراني. ولا يهمك يا دينا تؤمري، هذا الشيء موجود لكم للكل يعني صراحة. كويس الورشات الثانية نصير نعمل تولز كات نبعثها أهيد أوف تايم المرة الجاية. طيب بيرفكت، لا ممتاز، اقصد غير مش مهم، مش مهم انت بتبعتها لمين بدك، ما هو مش انت بدك تعطيها لجهات اتصال. طب انا عندي 5000، انا عندي 5000 كونتاكت ليست، بدي انا كلني ابين عندهم، بس لا ما بدي اسجن، انا بدي اعطيهم. نعم يا سمر تفضلي، بدك تحكي احكي. سمر ثوابتة تبي تحكي تفضلي نسمعك. سمر، ترفعي اليد عشان نقدر نشوفك الزملاء اعملي وتعطيك ريز هاند الاكسس. زي ما بدك تسألي تحكي اللي براحتك، تفضلي. تفضلي. يعطيكم العافية جميعا، وشكرا لك أستاذ خالد، شكرا لأريج على هاي الندوة. كنت عم بسأل قبل شوي إنه في محتوى بيكون موجود على الفيسبوك أو حتى على المواقع، بيكون مثلا أنت معني إنك تشوف هذا المحتوى، بيجيك رابط أو لينك بتفوت عليه بيطلب رقم الموبايل. قديش هذا المحتوى عشان تقدر طبعا انت توصل للمحتوى بيطلب منك رقم الموبايل؟ هون احنا لازم نطلع فورا من هذا اللينك او انه شو نعمل؟ طبعا بدون ما تفكري، اي حدا بطلب منك معلومه شخصيه لاي سبب من الاسباب، لمعلومات يعني، اول شيء مجرد سمر ما تضغطي على الرابط، انت رحتي بنزل لك شيء اسمه تروجن على جهازك، بعديها بتلاحظي على موبايلك او كمبيوترك صار ابطا، صار في يطلع لك اعلانات اكثر، واذا اعطيتي رقم تليفون سجلك سبام كثير، فبدك تنتبهي يا سمر، فسمر والجميع طبعا. فهذا الامور يعني، وفي عندنا زي توتال فايروس، فايروس توتال شيروها معها، في عندنا ادوات بنشبكها معكم، بتقدروا تشيكوا اللينك قبل ما تفوتوا عليه، اي حدا عنده لينك ومشبوه او في مشكله فيه، حطوا اللينك في هذا المكان وبيبين معكم هل هو مشبوه ولا جيد بالضبط. بس بالمطلق اي حدا بطلب منك اي معلومه، يعني انت رايحه تقرا اي ماده، يعني شو باي منطق تطلب منك حتى ايميلك او اسمك، اسري اوت تمام، تمام الروابط تمام شكرا. تمام. يسعدك يا سمر. طيب بالنسبه ل، يا جماعه سامحوني اذا انا حكيت اسم خطا، سامحوني. دليله عندك يا دليله، هي بعتوا لك الروابط، هي فادي مشكورا حبيبنا بعت لك كل شيء، رقم تليفون حتى لا المحاضرة هلا خديجة احنا معكم، حطوا كومبلي ديسكليمر كمان بالريجستريشن، واحنا ما نستخدم، موجود عندنا ديسكليمر اي ثينك موجود بأريج، ديسكليمر في مدونة السلوك احنا كنا نعم حاطينه. يا خديجة بتقدري، مشان احنا نقدر نتواصل معك وتتواصلي معنا ونبعث لك اخر مسجداتنا مشان تستخدم، مسألة أساسيات مع كل شيء مجاني، يعني إذا بدك تدفعي يا خريفة ادفعي يعني عادي، مش راح أحكي لك، بس هو مجاني، أداة مجانية تحليل أي حساب. لا هيك دخلنا موضوع آخر يا محمد هشام، تمام. طيب أنا شاكر لمشاركاتكم، أنا بحب المشاركة تكون على الجميع وللجميع والكل سؤال، الكل بيستفيد تمام، وللمادة هلا أنا وياكم تشات جي بي تي نسويها نص ساعة ربع ساعة، بدك تسوي ديزاين وهيك يعني. طيب خليني اجاوب، كيف يمكننا فيها استخدام في الحمايه الرقميه؟ هينا عم نحكي المعلومات متاحه عبر الانترنت، لما يتم الحديث عن السيرفرات في الدول. داليا، هي داليا سؤالها انه طالما احنا بنحكي عن المعلومات المتاحة ليش عم نجيب سيرة السيرفرات؟ فاعتقد يا داليا هي اصلا المعلومات المتاحة عشان السيرفرات موجودة وبتخزن المعلومات وبتنقل لنا البيانات. الواجهة هي الانترنت والخلفية هي السيرفرات، فهذه مش راح تكون موجودة اذا كانت السيرفرات مش موجودة.
مزبوط هيك خالد؟ تمام، مضبوط. في عنا كمان سؤال بيقول لك بعض المؤثرين المشهورين بيطلبوا بعض البيانات اللي هو المعلومات للوصول لمواد الويبنارات وهالقصص وكذا، فهدول فاطمة يعني عادة ماشي ولا مؤاخذة من فاطمة، عادة تخلوا عندكم انتم نوعين من الهويات، الهوية الرقمية الأصلية اللي هي فاطمة، والهوية الرقمية اللي مش أصلية اللي اسمها فايزة. ففايزة خليها هي تسجل وتحط وكل شيء، لا إذا أنت كثير مهتمة به، إذا أنت خاصة بتشتغلي بأمور حساسة جدا بتأثر عليك أو عائلتك. نرجع للدرس الأول، نحدد حساسية المعلومة وحساسية أوضاعنا، ومنها عندنا إجابات كثيرة. في عندنا محسن بيسأل هل قبول الكوكيز في المواقع يعني إعطاء صلاحية للوصول للملفات؟ حسب الموقع يا محسن، إذا موقع مثلا من شركة جوجل، لا هو بده ياخذ منك معلومات، عم بحكي لك. إذا من مواقع مشبوهة أو مواقع مش معروفة، مش بس فايلاتك، ممكن يسكر لك جهازك وأنت قاعد. مبتدئين موجودين الآن، وأنا سجلت معكم طلب. طبعا يا فؤاد، يعني أنت بالذات بدنا كل تليفوناتك عشان نعرف نوصلك، نعطيك تليفونك. احنا فؤاد عندنا مصرحين او في عندك هذه الكونسنت بتكون موجودة، احنا بأريج بنستخدم المعلومات تحت بند الحماية الجي تي بي ار، وهو نظام الحماية المعتمد في اوروبا، لا نحتفظ بهاي المعلومات ولا نشاركها مع احد، فما تقلق ما راح تشارك تليفونك مع حدا الا اذا بدك احنا ما نتواصل معك. هناك فحص خاص للكوكيز؟ لا بس محمد، من ضمن الكلينيك كمان احنا بنعطي هلا كل براوزر او كل متصفح في اعدادات، من ضمن الاعدادات انه انت كل لما تسكر الاعدادات يمحي كل البيانات، يعمل لك كلينزنج لكل الكوكيز والبروكسيز وما الى ذلك. فهاي ممكن تستخدمها بدون ما تضطر تفحص، يعني خلص بس تسكر بروح كل شيء. حسب من مين يا دينا؟ بكل المواقع بغض النظر استطلاع الرأي ولا شيء، بعتمد انت على هذا الموضوع بدون احنا حساب دائما بيانات. ممكن نقول نصيحة خالد انه مثلا نقرأ عن الموقع مثلا كيف سياسة الخصوصية تبعته قبل ما مثلا نحاول نسجل فيه، شو رأيك؟ يا منى، ما حدش بيقرأ، يعني احنا مش قارئين ايميلاتنا. لا هو بس الأصح، اتليست سياسة الخصوصية نشوف هم وين بيستخدموا معلوماتنا. طبعا طبعا. هلا ممكن في هاي الامور مثلا تستخدم شات جي بي تي، اوكي تنسخ يو سي واحكي له لخص لي اياها انا كصحفي وحريه المعلومات، هل بياثر علي ايش المعلومات اللي تشيل اذا ما عندكم وقت؟ ماشي يا فؤاد، ما هو انا ما هو مشان احنا طويله، ما احنا التقنيه هون صارت معي مش علي. جي بي تي بمسك بعملها كوبي للصفحه، بحط له اياها، بقول له لو سمحت تلخص لي اياها، بدي اتاكد من المعلومه ال 1 2 3، بدل ما تقراها ب 10 دقائق صار عندك نص دقيقه. صح، وفرنا وقت. هاي التقنيه ساعدتني. نفس التقنيه هاي بروح واحد ثاني بقول انا بدي اخترق فؤاد، ليش اخلق؟ شايف رايحه عن بالك؟ والله كثير سؤالات رايحه عن بالك يا فؤاد. المهم، فبيجي واحد بيحكي والله انا بدي اعمل حفله تصيد على فؤاد. فؤاد هي وضعه، هي كذا كذا كذا، هيك شخصيته، بيعمل لك حفلة تصيد كامل، كامبين كامل مشان يسرق من الداتا من فؤاد. برامج الأمن مستخدمة على أوكي على الإيه؟ حسب شو البرامج اللي بدك إياها. بالأخير البرامج الآمنة تؤخذ من المصدر، المصدر وينه؟ الستور. حدا بيجيك بتروحي على تبع التليفونات بقول لك نزل لك الآيفون كراك وكذا، خلص كأنك تحكي له هكر لي التليفون كراك. او بتنزل، ببعت لك برنامج على الواتساب بقول لك نزل لي يابا كمان، بس من البلاي ستور او نسيت شو اسمها، البلاي ستور والاب ستور. تمام، فمخاطرنا احنا الذكاء الصناعي في الامن الرقمي هي مخاطر امن رقمي، بس باستخدام الذكاء الصناعي صارت متطورة جدا جدا جدا. تمام، فمشان هيك التصيد الاحتيالي الفيشنج بسموه، هذا كثير منتشر جدا بكل مكان. في عندك البرمجيات الخبيثة اللي هو زي ما تفضلت يا فؤاد انه بنزل اشي على جهازي
يس، عن طريق لينك، عن طريق مكالمة، عن طريق صورة على الواتساب ممكن يجي. سيرفيليانس المراقبة، بتكون في أماكن لازم تنتبه، كاميرات موجودة، أخذوا صورة وجهك، صارت معروفة لديهم. إذا أنت ما بدك ألبس، نسيت ألبسها، ألبس كاب هيك طاقية، يعني هذا الشهر ما نكونش طول الوقت يا جماعة. المهم، فهذا الموضوع بدنا نكون منتبهين. هي لابس نظارة، ونظارة شمسية وما بتبين. الفدية اللي هي البرامج اللي ممكن يعني تقنيا ينزل باسورد على جهازك، تبطل تقدر تدخل، بيتصل فيك واحد بيقول لك تدفع $1000 بعطيك الباسورد، ما بتدفع بمحي لك اياه. هلا اذا اللي موجود مسجات واتساب يمحي، الله لا يرده، عامل باك اب. اذا مش عامل باك اب بدك تدفع 1000 وبخص شغلك. فهمت شو الفرق؟ رانزوم وير كمان نفس الشيء في موضوع، اذا لا سمح الله سووا نفس الشيء، ديب فيك وما غيرها. داتا بريتشز نفس الشيء. السوشيال انجينيرنج لها علاقه كثير بالفيشنج. الفيشنج عباره عن وان واي تيكت، مره واحده او مرتين، يعني بقوم بالتواصل، تليفون، لينك، خلصنا. السوشيال انجينيرنج عباره عن هندسه، بيهندسوا لك النصب او التهكير دراسه، تكون يعني فعلا جايين على خالد، عارفين شو بيشتغل ومع مين بحكي وشو عنده في حياته الشخصيه وغيرها، وفاهمين فاهمين تماما، وعليها بيعطوك شيء فعلا ياثر فيك. الديب فيك، مين بيعرف الديب فيك يا جماعه؟ مين شاف امثله عليها؟ طيب الديب فيك يا جماعة، أو لا، بعرف ولا ما بعرف؟ هلا مش لما بتعرف محسن بعرف، أحمد جمال بعرف، مرة كأنه عملوا فيديو لترامب، في كثير شغلات. في كتير ناس ما بتعرف، في ناس بتعرف شوي شوي، في ناس قليل. طيب رح نحكي على التزييف العميق ليش يا جماعة؟ يعني قبل كم شهر نزل، لشو اسمه هذا، مش عارف شو اسمه، ما بدي أعرفه، رئيس أوكرانيا، طلع له فيديو واحتكر، وصار يعلن، والفيديو بيحكي عن انسحاب وهزيمة أوكرانيا، وبدعو للجيش للانسحاب. والفيديو انتشر عن طريق مين؟ موقع إعلامي أوكراني مشهور. يعني سوينا الديب فيك، وعملنا هاي جاكينج وهاكر عليه، ونزلنا الفيديو من الويب سايت. الناس اخذته زي النار بالهشيم. الضيف العميق مسويين فيديو صوت وصورة وتفاعل، وبناء عليها شو اسمه، وعملوا اختراق على الجريدة وعملوا الرسمية. اختراق بالنسكي. نعم ايوه، هو ده يعني. نعم. برافو عليك. هذا الفيشنج تمام. تنسوش التقييم، والله بزعل منكم، دائما بيشكوا علي انا، بيحكوا لي خالد انت ما حدا بيقيم الورشه، بقول لهم لاني بيزعلوا مني. المهم ما علينا، بيثبتوا لهم العكس. الكشف عن المعلومات الشخصيه، الدوكسينج، بيعمل هواي التزيفون. الدوكسينج هي كمان معلوماتك الموجوده اونلاين. ام كلثوم، انت سالتي كيف بدنا احنا نوصل او كيف بوصلوا معلوماتك، بدوروا عليكي. فتخيلي انا لما اعمل ادور عليكي لوحدي، ادور على معلوماتك، او الذكاء الاصطناعي هو يساعدني يدور عليكي. تخيلوا كيف زادت السرعه. ونفس الشيء الذكاء الاصطناعي بيساعدني كيف اخفيكي. مان ان ذا ميدل زي ما هلا ورجيناكم، كمان واحد بيفتح موبايل بكون جنبه، هاي عم تختفي اصلا اكثر، بس انه الباك دوز كنت هو دي دوس اتاك، انه مثلا يغرقوكم بفن المعلومات. هنا بالمقابل كثير مهم نحكي انه احنا شو اسمه، الوعي تبعنا كثير مهم فيما نتقبل معلومات، ايضا موضوع وعينا في نقد المعلومة اللي بتوصلنا ومدى اهميتها كثير مهم. فهذا بيجي علينا في الوعي، فكثير مهم حتى نقدر نتعدى او نتخطى هاي المشاكل، الأفكار. اللي بيستخدم بابليك واي فاي في المطاعم، في المطارات، كثير مهم يعرف إنه كمان معلوماته صارت، سلام عليكم، راحت. الموبايل المحمول معك مثلا مش حاط عليه باسورد ولا فيش ريكوجنيشن ولا بن، فسهل إذا حدا سرقه، مش اخترقه، سرقه، يفتح وياخذ اللي بده كله، وحاط عليه ايميلاتك، وايميلاتك كلها مزينه وما الى ذلك.
نستخدم اليو اس بي كمان، هذا شيء سيء جدا. اليو اس بي وين رحنا احنا؟ هنا اليو اس بي، بتعرفوا اليو اس بي؟ اليو اس بي الستورج بورتال، هاي كثير بطلوا يستعملوها هلا. خلينا نشوف هذا الفيديو هيك سريعا. تعرفوه هذا مين؟ Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. I wish I could tell you that we're going to be able to stop all interference, but that just wouldn't be realistic. There will always be bad actors in the world, and we can't prevent all governments from all interference. But even without our employees directly involved in the sales, we can imagine this for a second. Now, I'm one not man sit here and with tell total you control we're of catch billions all of bad people's stolen data, all we their don't check what secrets, people their say before lives, they say it. Their futures. And frankly, I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. شو رأيكم؟ هذا الديب العميق، ديب فيك، الديب فيك، الديب في العميق. طيب شو حكينا هون؟ طبعا كيف بدنا نكشف هلا عن الهجمات الإلكترونية ونستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بدنا نكون عندنا أول شيء مهارة. بدنا ننسي المزايا، عرفناها، سرعة، دقة في الموضوع، لازم نتكيف في موضوع التهديدات الجديد لأنه صار سريع جدا وكثيف. وححكي لكم مثال عم بصير معنا، يعني حاعطيكم مثال. إحنا بنشتغل تحقيق صحفي الآن، الجهة المقابلة منا شافت التحقيق. زمان كانوا يحاولوا يهكروا الجهاز ويهكروا الموقع ويكسبوا. تعرفوا شو صار يسووا الآن؟ حجم المعلومات الكبير اللي ممكن تنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي كبير جدا، صح؟ الآن أنت اجلس على الواتساب وعلى انستغرام وفيسبوك، مخك بضرب من كثر المعلومات، يعني ما بتلحق عليه. ممتاز، فاين، حلو، جميل جدا. بس في المقابل لما يجيني انا بدي اقرا الان عن غزه واستشهاد هذول الصحفيين، الجهه المقابله بتروح تجيب لك معلومات مغلوطه من كل انحاء العالم بكل اللغات عليك، زي النار بالهشيم، زي الطوفان، عصيرة الطوفان، زي الطوفان، ما بتلحق. فكل هذا الموضوع بخليني انا لو ما عندي وعي ومو فاهم، بنوع من uncertainty، عدم التأكد، عدم الثقة، والموقف بفقدني الثقة في الموضوع، فهذا كثير مهم. وبالإضافة الذكاء الاصطناعي إذا بستخدمه، إذا بستخدمه تقنيات الباسورد مانجر وما أكبس على لينك وأفهم كيف أنا أشيك اللينك وغيره، بخفض علي تكاليف فقد المعلومات. صحيح، يعني فقد المعلومات كثير مهم يا جماعة، ما تفكروا الموضوع سهل، الموضوع أصعب ما أنا أقعد أقرر وأتفلسف فيه صراحة. فبالتالي مخاطر الذكاء الاصطناعي عندي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كلها ممكن أتفاداها. بس شو بحتاج؟ بحتاج مهارة، معرفة، تفكير منطقي. والأهم من هيك كمان، أنا أحدد كشخص إيش الغث من الخبيث، إيش السيء من الجيد. وهذا بده اطلاع أيضا، صح؟ لازم الوعي والحذر. نعم يا فؤاد، كيف بدنا نعززها؟ سلامة معلوماتنا، رح تستفيدوا منها من الكورس اللي حتاخدوه من أريج هلا. إذا بعتوا لنا، بعتوا الأكاديمية يا جماعة، وخلي الناس تسجل مجانا وتحضروها، وفيها كل الأمور هاي اللي تلزمكم. الديس انفورميشن كتير مهم، حجم المعلومات اللي بتيجي لإلنا وما بنعرف مصدرها كتير كبير يا جماعة. وإذا استخدمنا الذكاء الاصطناعي بالطرف الآخر من محور الشر، خلينا نحكي، راح نشوف عندنا معلومات كتير غبية. حتى
إذا أنا بستعمل ذكاء اصطناعي، المعلومات اللي بتيجي زي ما حكيت لكم هو undetermined، غير محدد، معناته اللي بيجيني من الذكاء الاصطناعي أو من الجين AI هو عبارة عن فرضيات وافتراضات، وبيطرح عليك أنت بدك تميز هذا بزبط ولا ما بزبط. غير هيك أنت بتكون بتساهم بعملية المعلومات المغلوطة وإنتاجها ومشاركتها. اتفقنا؟ الخصوصية كمان والاعتبارات الأخلاقية، وهذا الموضوع نسبي بين الإثيكال كونسيدريشن والبرايفسي تبعتي. بس احنا في عندنا في أريج صار عندنا دليل للأخلاقيات، مش هيك خالد؟ نعم، هلا عم شغل عليه، عندنا استراتيجية الآن ومشتغل على الباقي في داخل الآن، يعني غير معلن الأخلاقيات بس موجود في أريج. نعم، أخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي وعملية ممارسة استخدام أو إساءة استخدام المعلومات. أساسياتنا عندنا حسابات بدنا ننتبه عليها، عندنا الأجهزة، عندنا الواي فاي ما نستخدمها الفري، ما في شيء ببلاش. إذا أي شيء ببلاش مين السلعة؟ بس ما عدا قريش طبعا، أنتو، إحنا بنعطيكم باش فري مجانا لأنه إحنا بهمنا أمركم، عشان نكون واضحين. تمام؟ هذا كثير موضوع مهم، بنحدث برامجنا دائما، وبرامجنا بناخذها من المصدر. المصدر وين؟ اللي هي الستورات، شو اسمها بالعربي، اللي هي بلاي ستورز كامله. برامج، في عندنا الفحص الدوري على البرامج الخبيثه، بدنا نكون انتي فايروس، والانتي فايروس موجود باللينكات اللي بعثنا لكم عليهم، ايش اللي احنا نستفيد منه وبنعتمدينه احنا بقريش بعد دراسه وتمحيص. اسم الشركة وإمكانيتها وجودتها. الروابط حكينا عنها، وتوتال فايروس عندكم الأداة بتقدر تفحصوه. نحفظ الملفات في مكان آمن. شو يعني مكان آمن؟ إذا المعلومات بتهمني بيكون في أكثر مكان أنا سيفها، على هارد ديسك، الكلاود مثلا. سيفها على كلاود. ما هو الكلاود لازم يكون عندي تأمين لهي الحسابات، كلمة السر و شو اسمه، ودرايف وتشفير ايضا يعني انت ابداوا يا جماعه خطوه خطوه. الاساسيات احنا مغطينها، بننتقل. يعني صار عندي باسورد قويه، بفعل عامل المسابقه النهائيه. ممتاز. يعني مين مش حاطط الباسورد صوره جواز السفر تبعته على الانبوكس عشان يبعثها بسرعه؟ يمكن مين اللي لسه ما اخذوا ديجيتال كلينيك مع اريج لساتهم بيعملوا هيك، ممكن مش لا عارف. والله حتى اللي بياخذوا، والله انا شايف في كثير ناس بياخذوا، انا ما بحطهم، كنتم جيد، بس في ناس كثير بحطوها. ممكن بدنا ننتبه للموضوع. خاصية محور الرسائل لازم نستخدمها سمع، ونحكيها. حاطة الهوية والباسبور اثنين. الله اكبر، لا ما شاء الله، مو طيب. في تحقق اعدادات الخصوصية زي فؤاد بتعبان منها، بتحقق منها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. مشاركة المعلومات حساسة كمان، انا بدي اقيم هون يا سمر ايش المعلومات الحساسه من غير الحساسه. سمر حكيت لك والله، ايوه انا ام ستيل، انا بحكي لك الموضوع هذا لازم تقيمي، اعاده تقييم ذاتي. اعتبروا معلوماتكم ايضا مخلوق بجانبكم بهمكم. اذا بس اسالي حالك سؤال واحد باختصار، اذا فقدت المعلومات شو تاثيرها علي؟ عادي، كان شيء لم يكن ولا حتاثر، واذا تاثر شو حزم الاثر؟ خلص. طيب صح انه منيح يا سمر، ام كثير مبسوطين. يعني انا بالنسبه لي لسه بدكم تسالوا، وشو تسالوا؟ استنى والله شوي. في عنا سؤال ضروري من في شيء نادية انا، بتقول. لا في شيء قبل السؤال. احكي. طيب قول. لا لا تفضل تفضل، لا خلاص بكفي، انا حكيت كثير اصلا، يعني قربنا طيب، نخلص. انا عندي شغله في شغلة يمكن احنا بس نتفه هون ما غطيناها، اللي هي بتقول ضروري تعطونا توجيهات عن كيف نحافظ على معلوماتنا المالية، البيانات في حالة الشراء أونلاين، كيف نتحقق إنه هاي التطبيقات اللي بنزلها على الموبايل؟ هذا السؤال شوي شائك، يمكن أي حدا طلبات تطلب منا كريدت كارد كذا، كيف نتصرف لما إحنا نضطر نحط الكريدت كارد تبعنا على أونلاين؟ يعني بالأخير أول شيء لازم التطبيق اللي أنا بستخدمه يكون من المصدر، هرجع أعيد، يعني طلبات يكون نازل من الستور اللي هو منصة التطبيقات تبعته، وليس وأتأكد من إنه هذا هو صح، مش طلبات. يعني مثلا في إحدى الدول الشقيقة حبايبنا
عم بستخدم واتساب جولد. بيجينا طلبات يا عمي واتساب جولد جولد، بقول لهم شو جولد هذا؟ شوفوا، طلع للأسف شركة بتهكر حسابات الناس الموجودين، وشو اسمه منزلته على أساس واتساب، والناس فكرت إنه شيء يعني أفضل من الواتساب اللي باللون الأخضر، وكان هو فعلا موضوع تهكير. وحاعطيكم شغلة، في كمان تطبيق نسيت اسمه للتذكير بأوقات الصلاة والقرآن وهيك، عليه 30 مليون مستخدم. بالأخير اكتشفوا قبل سنتين إنه هذا التطبيق، طيب هذا التطبيق محمد مالي بيحكي واتساب عمر، ايش قصدك واتساب عمر؟ تضحك. اظن والله مو ذاكره يا فؤاد ايش الواتساب، بس بدي احكي لك عليه الموضوع. 30 مليون مستخدم كان، او والله ما بعرف مصلى مؤذن، المهم 30 مليون مستخدم. يو كان جوجل او بشيرها معكم ليتر اون. فشو اسمه، فكان الشركة اللي قائم عليه جهة استخباراتية تأخذ معلومات وتفاصيل الإخوان اللي منزلين الحساب، فمشان هيك يعني. ومع إنه هو من المصدر، بس مثلا مش معروف الشركة ليش ومين بيسووا ومين هي الشركة وشو أساسها. الأونلاين ما تسيب شيء على الجهاز، يعني لما تدخل الكريدت كارد ما تدخلها وتسيبها، تحفظها على نفس التطبيق. يعني بدك تدخلها كل مره زي كلمه السر، ولما تخلص من التطبيق اعمل أو ساين اوت، امحيها، اعملها ريموف ساين بالضبط. اوت يعني ما يسيبها، اعمل ساين اوت. تمام. طيب حكينا عن حنان، تسأل ايش هي الادوات اللي ممكن نستخدمها ننظف الايميل والكمبيوتر من الرسائل الضارة. حكينا عن الادوات اللي هي مكافحة الفيروسات والبلجنز اللي احنا بنقدر ننزلها على البراوزر وهي الاشياء. فاذا بدك كمان تقدري تتواصلي معنا على الواتساب تبع عريج على الشات بوت، وبتقدري تلاقي الإجابات هناك، بتقدري تاخدي لينكات البرامج اللي احنا ابعثوا لنا بننصح فيها تبع الادوات عريج. فادي، ابعثها بالله يا صديقي، ابعثوا للجماعه. طيب تمام. في شغلتين قبل ما انهي، انه ازاي اعرف موبايل يتهكر؟ يعني هاي قصه طويله صار بدك تحكي، بس احكي لك مثلا بتخلص بطاريته بسرعه، بسخن بسرعه، بضوي وبطفي لوحده، بطيء وهكذا. فمشان هيك طبعا بنصحكم تفوتوا على اللينك هذا، شيروه يا جماعه، جس جو تبع جوجل، في كثير ادوات بتفيدكم تستخدموها في كل مكان مجاني. جسو او جساو سوري، واستعملوا، وفي كثير ادوات مفيده لكم راح تلاقوها بالكورسات اللي اعطيناكم اياها. وبدي اختم اوديكم هذا الفيديو، بعدين انا حضل معكم شوي لكم من دقيقه، يعني كمان 10 دقائق نحكي في هالموضوع. إذا في حد عنده أي سؤال، وين راحت؟ أنا في إشي ضايع، في فيديو راح وينه؟ ثواني. لا موجود بعد راح شير خالد. أنا شلته، ما بدي أشوف وين راح الفيديو. إيه يلا آخر فيديو، بس أنا حاب أوديكم إياه أصدقائي. تعرفوا مين هذا اللي على الشاشة؟ مر عليكم؟ بن لادن؟ بن لادن متذكرني؟ حدا بيعرف بن لادن؟ أو ما بعرفه؟ شايفين الشاشة قدامي؟ بتعرفوا له بن لادن؟ متذكرين أي سنة هاي؟ أسامة بن لادن؟ طيب يا نادية ممتاز. أهم ناس. طب خليني أقول لك، حقوق اليهود، انا هعطيكم شيء بس مشان تكونوا بس تفهموا احنا وين، يعني بهمني تفهموا تبغوا. هذا الفيديو اظن بال 2016 2017 2015، تمام؟ هذا الفيديو اسمه طيب ممتاز، سمعتوا الصوت الرابط. ما يا فاطمة يا جماعة، عادة لأمور الحماية زوم ما برضى يعمل لك نسخ ولصق، لازم تضغط. حد خبرك فيه بعرفش إذا صار ولا لا. شايفين الفيديو هذا؟
بيشتغل براحته، بس هذا الفيديو اكتشفوا مؤخرا انه معمول بتقنية الذكاء الاصطناعي المزيف ديب فيك. كانوا مركبين الصوت على بن لادن، تخيلوا 2017، يعني لسه احنا ما بنعرف انه في اصلا ديب فيك. هاي تقرير من اسبوع او 10 ايام، اكتشف انه هذا الفيديو بعد فحصه هو مدخل عليه تقنيات الديب فيك، الزيف العميق. فشكرا. فهاي دينا بدكم تعرفوا انه احنا شو ما وصلنا الان. يعني الانترنت متى وصلنا؟ بال2010. طب الانترنت موجود عندهم يتم استعماله من الخمسينات. شو رايكم؟ 2010، خمسينات، 70 تليفون، 70 سنه، 60 سنه، وما خفي. انا ما بحب هذا شو اسمه اللي حكيتيه، يعني وده المهم للدرون كذلك لسه ما حكينا فيه. لا، ما في تخلف، احنا كمان ما بدنا نجلد الذات. احنا الحمد لله نعتبر اليوم بدينا بيد بداية جيدة، صار عندنا أساسيات جيدة. يعني أتمنى إذا أنتم، وشكرا لعبة السيرفي الاستبانة، هاي مفيد جدا وحط رأيه بشكل تام، بيساعدني إنه عن جد إنه نبني معكم ونعطيكم شيء دائما مميز كل مرة. أتمنى إذا حدا استفاد، لو معلومة يعطيني بس على الشات أطمن. أنا شخصيا بحب، لأنه أنا بتعب على المادة، تأخذ معي ساعتين وأنا أسويهم كثير. بمزح يعني عن جد، هاي بعرفوا بيضحكوا علي قبل الورشة بشوي، بلغي نصها وبعيدها. فالله يعطيكم العافية. إذا في حدا أي شيء محتاج إن شاء الله إنه إحنا موجودين. شكرا لمنى، وشكرا لخالد، وشكرا لكوثر، وشكرا لفادي، أبدعتوا جميعا. يوم الجمعة غلبناكم ويوم إجازتهم، بس لأنه إحنا عن جد جميعا مقتنعين بالقيمة اللي بنقدمها لكم. بنحب دائما تكونوا مرتاحين وواعيين معنا، لأنه أنتم كمان أعمدة لإلنا في أريج، في كل نشاطاتنا وكل رسالتنا المهنية والقيم اللي بنشكر فيها. بس وأي شيء بدكم إياه إن شاء الله إنه إحنا موجودين يا منى. بنحس شيء، أي ثينك هلا صار عندنا نوع من الرؤية لإيش ممكن لازم نعمل للأشخاص الموجودين. فتأكدوا إنكم أنتم سجلتوا أرقام تليفون تليفوناتكم أرقام تليفوناتكم وإيميلاتكم بلابكم، حتى نقدر نتواصل معكم ونحكيكم في ورشة معينة تشاركونا فيها وتكونوا. صحيح. شكرا. وشكرا كثير للحضور. أنا بس حاب أذكر الجميع إنه إحنا فتحنا أبواب التسجيل لملتقى أريج هذا العام، فبتحبوا تزورونا على عمان بتقدروا تسجلوا على الأونلاين، أو بتحبوا تحضروا معنا على فيرتشوال تقدروا تسجلوا معنا على الزوم مباشرة. فادي شكرا جزيلا، نحط اللينك موجود. طبعا شكر للجميع، شكرا لك خالد على هاي المعلومات، دايما بتشوقنا بمعلومات شيقة وأشياء جديدة بتخلينا نتابع كل الأشياء اللي عم بتصير. الناس اللي بتدور على الذكاء الاصطناعي والمعلومات عن الورش اللي عم تستخدم بمشروع غزة بيقدروا يحضروا معنا اللايف تبع يوم الاثنين الساعة 7. رح نبعث لكم الروابط على واتساب ريتش إذا أنتم كنتم متابعينا على القناة. وشكرا جزيلا للجميع، جمعة مباركة. شكرا فادي، شكرا كوثر، شكرا خالد، وإلى اللقاء. أهلا وسهلا.